المشوار الطويل في العودة بأول بطولة إفريقية. قمنا بتحذيرات، شفنا الفريق المنافس، ان شاء الله المقابله نتاع غدوه نطبقوا فيها تعليمات نتاع المدرب، يعني نكونوا حاضرين على المستوى البدني وعلى المستوى الذهني، خاصه باش نتعداو المقابله هذيا ونحضروا المقابله اللي في تونس ان شاء الله. الاهلي بنغازي شفناه في معتمد شوات الماتش نتاعو الاخراني، فريق معناتها كويس، فريق يلعب كره بالباهي، ان شاء الله نكونوا حاضرين غدوه ونتصروا ان شاء الله. قدم فريق الأهلي بنغازي عرضا كرويا ومشرفا أمام ضيفه فريق النادي الصفاقسي التونسي ضمن نهائي ذهاب بطولة شمال أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضية بملعب هوغوت شافيز بالمدينة البيان الأول بنغازي. ورغم أن المباراة شهدت سيطرة أهلوية في أغلب دقائقها، إلا أن الحظ عاند كثيرا أصحاب الغلالة الحمراء والبيضاء لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي هدفا مقابل هدف، وسط أجواء احتفالية رائعة سدتها الروح الرياضية العالية. فالأهلي كان هو الأفضل والأقوى، وكان من الممكن جدا أن يفوز بنتيجة عريضة وكبيرة ويحقق انتصارا عريضا ويتوج بلقب تاريخي، ولكن الحوار بقية عندما يتجدد اللقاء بين الفريقين يوم الأحد القادم بملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس التونسية. كل التوفيق لفريق